اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. موسم عيد الاضحى هو واحد من اقوى المواسم في السينما، والحقيقه انه الموسم ده كمان قوي جدا. نتكلم عن 7 افلام. عاده اعتقد انه موسم عيد الاضحى، وطبعا استاذ طارق شناوي اهلا بيك يا استاذ طارق، اهلا بيك. يعني وضح لنا اكتر انه موسم عيد الاضحى ما بيكونش فيه الكم الهائل ده من الافلام، بالتالي فيه كمان افلام اتاجلت من عيد الفطر، فنص الافلام تقريبا متاجله من عيد فطر، فمعانا افلام كتير. ديزل محمد رمضان، الكويسين، البدله، تراب الماس، بيكيا، وسوق الجمعه، وبني ادم. مظبوط. الحقيقه افلام كلها ليها نجوم من طراز خاص والناس بتستناهم. بشكل عام استاذ طارق، راي حضرتك ايه في الموسم ده؟ بص، بدايه هو كان في زمان، يعني زمان ده من حوالي 4 5 سنين، موسم الصيف. موسم الصيف بدأ يتقلص مع دخول العيد، مع الصيف أصبح هو رجع تاني، بقى موسم الصيف هو العيد نفسه، يعني بقى التنشين على العيد. عشان كده في 7 أفلام عرضت المرة دي، جزء منها فعلا كان مفروض بينتظر أو كان مفروض عرض في عيد الفطر. طبعا في تنوع في ال7 أفلام، أنا شفت أكتر من نصها، ولسه في جزء ما تعرضش لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. اللي انا شفته الافلام قبل ما اتكلم عن فيلم استاذ طارق، لو تسمح لي، الافلام يمكن فيها زي ما قلت حضرتك نجوم، يعني مثلا يوسف شريف الناس ليه متابعه خاصه جدا في الدراما او التلفزيون، محمد رمضان ليه فئه او ليه قاعده جماهيريه قويه جدا وبافلام بتصنف بشكل معين، تامر حسني، عمرو عبد الجليل ايضا نجم اثبت نفسه، محمد رجب، يعني كمان في ملحوظة أخرى، بنفتقد العنصر النسائي بشكل تام، إذا كان في البطولة أو حتى تأليف الإخراج، أي يعني أي شكل من أشكال المشاركة في العمل السينمائي، العنصر النسائي مش موجود تمام. دي الملاحظات العامة. اتفضل. لا لا كملي. لا اتفضل يا أستاذ صار. نبدأ بالجزء النسائي بقى. يا ريت. بص، غياب العنصر النسائي هو غياب عام مش مرتبط بالعيد. يعني العيد الفطر كان يا دوبك ياسمين عبد العزيز يا دوبك موجوده كويس، انما حتى ما كانتش في قوتها. ففي السينما المصريه وفي العالم بشكل او باخر، عايز اقول مش احنا بس، يعني صحيح ان عندنا بينة اكتر، لكن حتى في العالم بيحصل احيانا، مثلا في مهرجان كان بتلاقي في غضبه، والناس تستغرب الحكايه دي، غضبه نسائيه ان ما فيش افلام اخراج امراه موجوده في المسابقه الرسميه، او عدد قليل، يعني ممكن في وسط 24 فيلم في المسابقه الرسميه تلاقي فيلم او فيلمين، وده بيثير احيان كثيره غضب النساء. مهرجان فينيسيا اللي هو هيعقد قريب كان في ايضا مشكله، بس كان الرد بهذا المعنى انه احنا ما بنختارش الافلام ست ورجل، لا، مبدع يطلع ست او يطلع رجل. فهي مشكله ما موجوده في العالم وموجوده ايضا عندنا، فكره انه الافلام برغم انه السينما المصريه مثلا على سبيل المثال بالنسبه لكل سينمات العالم سينما نسائيه. نسائيه بمعنى ان البدايات كانت على يد نساء. عزيزه امير، فاطمه رشدي، بهيجه حافظ، يعني احنا كنا او المراه قوية جدا، رائدة في هذا المجال في السينما المصرية، يعني لكن بدأت الأمور مش ماشية كده، وإن كان هناك أكتر من مخرجة زي كاملة، زي هالة خليل، زي ساندرا نشأت، وغيرهم من هالة لطفي، وأسماء كتيرة جدا موجودة وبتقدم، لكن مش بالقوة. مش بالقوة. غياب بقى المرأة كبطلة فعلا، لأنك أنت أغلب الأفلام يا كوميدي يا أكشن، والمرأة قليلة في الكوميديا باستثناء من الجيل ده، ياسمين عبد العزيز. وفي الاكشن طبعا الاكشن غالبا مرتبط بالرجل. في اسماء كتير استاذ طارق، دنيا سمير غانم، ايمي سمير غانم، ياسمين عبد العزيز، يعني في اسماء لكن البطوله، خدي ليك حق، لكن فكره النجم الجاذب سواء ست او رجل ده موضوع، ده بيختلف. لنكن صراحة، النجوم اللي او النجمات اللي لهم جذب في شباك التذاكر، صحيح، عدد الشباك من هذا الجيل بيختلف يا استاذ طارق، محدود جدا. عدد محدود جدا جدا، يعني ممكن نقول 2 أو 3، منهم ياسمين، منهم منا، منهم منى زكي، لكن هند صبري، لكن حتى الكوميدي كمان بس حتى ده
ما تلاقيش في قوه جذب جماهيري ضخمه. صحيح. في، لكن ما هماش بضخامه احمد السقا مثلا وهكذا يعني. بضرب خليني ارجع استاذ طارق سريعا لافلام العيد، وممكن نبدا بتراب الماس. يعني تراب الماس ماخوذ عن قصه حققت مبيعات هائله، يعني كانت روايه قويه جدا، هو التعاون الثالث بين مروان حامد واحمد مراد بعد الفيل الازرق اللي كان ايضا قصه، والاصليين لا هو من الاصليين كان بني على سيناريو وعلى حوار وتم تصويره. تقييمك لهذا التعاون الثالث منهم والشكل الفيلم الخارجي؟ بصي طبعا في بمناسبه المراه عشان بس نقفل، ما هي منا موجوده في الفيلم في دور بطوله، واخده بالك؟ في تراب الماس يعني ما قدرتش تقولي مين البطل، اسر ياسين ولا منا ولا ماجد الكدواني، لا. هتلاقي ان في او اياد نصر يعني، وفي اسماء اخرى، واحمد كمال في، انما بوجه عام ده فيلم بطوله جماعيه، وفي دور مهم قوي لمنا. في كيميائية واضح في التعاون الثالث بتتأكد بين مروان حامد كمخرج وأحمد مراد ككاتب. الفيلم فيه حاجة مهمة من وجهة نظري، إنه الاثنين الكاتب والمخرج مع المتلقي مع الجمهور، إحنا عادة العمل الفني تحسي إنه الناس بتعمل عمل فني شايفاه كله وعارفة هي رايحة فين. أنا بشوف إنه في عمق مغاير في هذا الفيلم، ان في جزء عند الكاتب والمخرج سايبينه معانا، جزء من التامل والفكر في موضوع هل انك انت لو خدت حقك، لو ان تكون انت القانون وانت ايضا الذي تتولى تطبيق القانون بحجه ان انت تملك العداله، عارفين يملك العداله، لكن هتلاقي ان اغلب الشخصيات اللي طبق، هو تراب الماس هو بقايا التراب اللي هو بيتبقى عند الجواهرجي ده بشكل او باخر، عشان نوصل الفكره بسرعه للناس، لو اتحط مثلا في شاي بتاع ممكن يؤدي للوفاه، هو نوع من انواع السم اللي بيقتل بالراحة بعد مده، ومن الصعب اكتشاف ان وراه جريمه. من هنا تعددت الجرائم اللي هي بتعود ل 70 سنه. صحيح. جرائم متعدده، والفيلم قوته انه بيطرح سؤال بيظل قائما عند المتلقي وبتسيب السينما وانت بتفكر فيه، هل كان عندهم شيء من الحق؟ لان اغلب، مش كل، اغلب الجرائم فيها شيء من الحق، وتحسي انه اللي قتل كان يستحق القتل، لكن هل هذا يكفي انه لا اطبق الجريمه؟ فساب المسافه دي او الحكم تداعب الجمهور. مساله الروايه طبعاً بتتحول، في جزء مهم، انا اسف، اتفضل استاذ، انه المفردات الابداعيه سواء على مستوى التصوير، المونتاج، الموسيقى عند هشام نزيه، الحقيقه فيها ابداع وقلق خاص، يعني في سينما، ودي من الحالات اللي اصبحت شحيحه في السينما المصريه. مساله استاذ طارق تحويل الروايه لفيلم، الحقيقه انه اللي بيقرا روايه بيبقى متوقع كتير، بيبقى باني شخصيات وباني فيلم وباني هو في مخيلته وفيلمه الخاص عن الروايه، ده قد ايه بيكون صعب بالنسبه للمتلقي وبالنسبه لصناع العمل كمان؟ برافو، ده سؤال مهم جدا. السينما لها كادر، الروايه ما لهاش كادر. صحيح. يعني ايه كادر؟ يعني السينما بتحدد لك شيء كبير من الخيال، بتعمل كده بتوقف الروايه، وانت بتقرا انت بتصنع الخيال، قد تتجاوز خيال الكاتب نفسه. صحيح. فمن هنا بيحصل صدام، مهما كان المخرج فاتح في الكادر بتاعه، لكن بيظل في مساحات هو ما يقدرش يوصل لها الروايه بتقولها. ففي الفارق ده بين ما هو مقروء وما هو مرئي اكيد في مساحه، انما الشطاره او الابداع انك انت تجعل المتفرج اللي هو قرا الروايه يدخل بقانون السينما مش بقانون الروايه. يعني يبقى الفيلم لمروان حامد المخرج، هو الفيلم في النهايه مهما بلغ قوه السيناريو وعمقه بيظل فيلم المخرج، فبالتالي ينتزعك كمتلقي من الروايه المقروءه الى الشاشه المرئيه بكل تفاصيلها. واظن مروان نجح بنسبة كبيرة في تحقيق ده، لكن فعلا هناك فارق بين خيال مطلق. صحيح. وخيال
له كده. خلينا نتحول استاذ طارق لفيلم بني ادم، فيلم بني ادم بطوله يوسف الشريف، هي عوده بعد غياب 9 سنين عن شاشه السينما. الحقيقه انه يوسف الشريف حقق قاعده مختلفه على الشاشه، شاشه التلفزيون تحديدا، واشتغل ونجح جدا هناك. تقييم حضرتك لعودته مره اخرى، والحقيقه انه كل متابعينه او جمهوره مستني منه كتير قوي في السينما. ده صح. هو الحقيقه يعني بيطرح الموضوع ده قضية كمان تانية مهمة قوي، فكرة النجم التلفزيوني. طبعا يوسف ممثل ومثل له قاعدة عريضة، ولكن لم يتحقق رغم فيلم العالمي آخر أفلامه كان أظن 2009 كم حقق قدر من النجاح، ولكن النجاح الطاغي اللي فيه تراكم كان في التلفزيون من خلال يمكن 7 أعمال درامية ورا بعضها، كل عمل بيطلعوا درجة وكل عمل بيقربه لجمهوره لجمهور الشاشه الصغيره، وبالتالي اصبح في ترقب كبير. لكن هل، وده بقى مساله سيكولوجيه، هل دافع التذكره في السينما هو نفسه اللي بيتفرج في اللي البيت؟ بيتفرج؟ لا، سيكولوجيه متفرج السينما مختلف، تختلف عن دافع التذكره. رقم 2، نجم السينما الجاذب لشباك التذاكر غير نجم التلفزيون. في ناس بتجمع بين اكتر من ميديا طبعا، لكن في الغالب الفنان يتألق ويتوهج في ميديا واحده. انا شفت الفيلم طبعا، شفت بني ادم، هو الفيلم كتبه عمرو سمير عاطف واخرجه احمد نادر جلال، والاثنين يعني دؤوبين وموهوبين وعطائهم معروف، واحمد نادر تحديدا له كمان عطاء سينمائي كبير. لكن اللي انا شفته كعمل سينمائي سواء من الكاتب او من المخرج اقرب الى سهره تلفزيونيه بتفتقد جاذبيه الشاشه، وانك انت مفيش دهشه، مفيش حاله بتتماهى معاها. في كمان فكره الانضباط الشديد في الشغل، بحيث انه مفهوم يعني فيها شيء من الجنون الفني، لا ده منضبط قوي شبه التلفزيون. فهو كانت دي المشكله، انه عامل سهرة تلفزيونية أكتر منها فيلم جاذب للجمهور. لو تسمح لي أستاذ صار نذهب لفاصل قصير، نرجع مرة تانية نكمل أفلام عيد الأضحى في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل. تفضل.